السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم نسجل درس جديد من دروس منهج UAE Phonics Grade 1، اليوم Unit 28 Lesson 2. في البداية هنراجع على الـ High Frequency Words. معانا سلمى شريف عشان تقرأ الكلمات. يلا سلمى. Mido, mido, bed, dad, down, when, it is, the log, very log, don't, come, well, into. Very good. درس النهاردة بيتكلم عن feelings أو المشاعر. طبعا هندرس كل شيء يخص المشاعر والألفاظ بتاعت المشاعر. feelings. درس صفحة 16 و17 16 and 17. في الأول هنقرأ الصفات أو المشاعر أقصد، وبعدين نوصلها بالصورة المناسبة. هنقرأ مع بعض. أول واحدة she is scared. scared يعني خائفة. she is scared، خائفة. كلمة scared يعني خائفة. فين الصورة اللي بتدل على إنها خائفة؟ letter F. هنوصلها مع letter F. number two E. he is sad. yes sad يعني هو زعلان أو حزين. هنوصلها بصورة letter زي ما قالت سلمى D. number three she is angry غضبانة. she is angry. letter letter C. very good. number four he is excited. excited يعني متحمس، أو ممكن بنستخدمها بمعنى سعيد برضه. excited يعني متحمس. يبقى letter B. he is excited. letter B. number five يا سلمى. she is happy. he is sleepy. letter A. طبعا كلمة happy يعني سعيد، وsleepy يعني نعسان. نقولهم تاني. sad حزين، angry غضبان، excited يعني متحمس، و happy يعني سعيد، و sleepy يعني نعسان. يعني نعسان. شاطر يا سلام. اوكي، circle the correct picture. number one اقرأ كده. sad. اي واحدة sad؟ الاولى ولا التانية؟ طبعا عندنا على التليفونات بتاعتنا كلها في ايموجي، هنختار الايموجي المناسب. اوكي، ده الزعلان ده. number two excited، متحمس مسرور فرحان. excited يعني متحمس او مسرور او فرحان، اللي هي الصورة دي. طيب number three أي واحدة؟ happy. أي صورة؟ تمام. number four sleepy نعسان. تمام. number five angry الزعلان، أبو وش أحمر ده زعلان. إحنا هنا number five زعلان و او غضبان. نمبر 6 اللي هو scared يعني خايف. خايف اللي هو الصورة الأولى. طبعا الأحمر ده اللي هو الأنجري. تمام، نقراهم تاني كده. نمبر 1 سعد حزين happy فرحان، صح. angry غضبان، excited متحمس او ممكن نستخدمها كمان مسرور، وبعدين sleepy نعسان، sad وscared
خايف كده يعني خايف. طيب دلوقتي بيقول لي read the sentence and draw faces. المفروض ان احنا هنرسم مثلا number one he is happy، فارسم ارسم له عيون والفم بتاعته هو مثلا ايه مبتسم او فرحان. طيب هنشوفهم هنا يعني، هم طبعا هنقرا الجمل وبعد كده هنشوفهم هنا الصور موجوده هنا. يلا اقرا كده he is He is baby. happy happy mm-hmm. He is sad. Okay. He is sleepy. Good. He is excited. Excited. متحمسة. He is angry. وبعدين. He is scared. طبعا مطلوب مننا ان احنا نرسم نرسم شكلهم مثلا. ايوه كده. ونعمل تمام، ونعمل الابتسامه بتاعته. اوكي مثلا ساد، يبقى هنعمل ان هو ساد او عيونه مقفوله مثلا و وبقه كده. ايوه مظبوط شاطره. سليبي هنعمل كده جنبه كانه هينام بعد ما نرسم صورته، وهكذا. طيب ممكن ناخد الاشكال دي من هنا يا سلمى تمام، ونعمل زيها او من هنا كمان، من هنا كمان. ادي عندي مثلا هابي يعني مثلا مدوره كده والفم بتاعه عامل بالشكل ده، ساد بالشكل ده، وهكذا. ممكن ناخد الصور من هنا تمام. كده نكون وصلنا لنهايه درس اليوم. شكرا يا سلمى، نراكم في فيديو جديد. مع السلامه. Goodbye. Bye. Goodbye يا سلمى. مع السلامه.